مرحبا، معاكم اخوكم سامي فرج، مقناع سامي. هذا كيبورد طبعا هو قديم، لكن جاء بلون جديد، اللون الازرق الجميل اللي هو اسمه MX61 ياماها. بالصراحة اللون جميل جدا. لاحظوا هاي معي، هذا قسم الاصوات، حتى في لاير بعد تقدر تمزج صوتين مع بعض، في باترنز، في ايقاعات، عندك هني الداتا اللي تفر فيها تخلف فيها الاصوات. شوف الاصوات، وفي طبعا بس ما في تسجيل ايقاعات، هذا مجرد اصوات، في الاربيجيتر، في كل شيء، بس هذا يعني مثل ما تقول حق الستيج. زين، هاي الشاشة، عندك هني الفايل والإديت والجوب، تسجل أغاني عادي، بس مثل ما قلت لك إيقاع ما تقدر تسجل في إيقاعات. عندك هني أربع كنوبزات حق السينديسايزر، وهذا الماستر فوليوم، وعندك البيتش بند والموديليشن. طبعا 61 كيز نزل بلون أزرق، قبل كان لازل بلون الأسود، نزلوا الحين بلون الأزرق. كيبورد جميل جدا، أصواته جميلة، راح نسمعها معاكم. اهلا وسهلا، نشوف معاكم ميزات الام اكس 61. هذا صوت البيانو، نحط صوتين مع بعض، بيانو مع سترينج. مع الإيقاع صوت الكمان جميل جدا. ها في وايد حلو يعني. طبعا هذا بعض ما عندي، حطيت لكم بعض الاصوات، طبعا في اصوات جميله جدا. طبعا قيمه الكيبورد هذا 4100 درهم مع الضريبه، شامل الضريبه. نسمع اصوات الجيتار، جيتارات حلوه فيه.
صح. في ضربة الجيتار صوت، في البيز، في صوت بيز. طبعا انا بعطيكم من البراسات، سكس سكسفون، مرحبتين. اصوات الليد، سينث ليد، هاي اللي حق الصولوهات. اصوات السينث ليد، وانا ومع اصوات ثانيه.